البرونزية أهلاوية لتاني مرة في التاريخ بجيل رجالة من حديد. مبروك لكل أهلاوية البرونزية العالمية للمرة التانية، برافو شناوي، برافو كل لعيبة النادي الأهلي، لعبوا كأس عالم يشرف وقدروا ياخدوا مركز تالت في البطولة، ياخدوا الميدالية البرونزية لتاني مرة، وآخر مرة خدوها كانت 2006 مع الجيل الذهبي، والجيل ده بيحفر أسامي من ذهب في تاريخ النادي الاهلي. ولكن في شويه تحفظات على بعض اللاعبين او بعض التشكيل او على بعض التكتيك من موسيماني هنتكلم فيها في الحلقه. فمنخش في الحلقه انزل اعمل لايك واعمل سبسكرايب كمان وفعل الجرس يجيلك كل جديد عشان نوصل 5 سنين مشترك قبل نهايه 2021. يلا بينا نخش في الحلقه. حطني رقم واحد في القصير. موسيماني النهارده بدا مباراه بالميراس بتشكيله مغايره، والمباراه اللي فاتت ضد التحقيق وضد بايرن لعب ب 4-2-3-1، ولكن في مباراه النهارده لعب بال 4-3-3 او 4-3-2-1. بدا بمحمد الشناوي، ياسر ابراهيم، بدر بنون، ناحيه الشمال ايمن اشرف بسبب غياب علي معلول الاصابه، ناحيه اليمين محمد هاني بيلعب بثلاثي في نص الملعب، حمدي فتحي، اكرم توفيق، عمرو السوليه، قدامهم افشع على الشمال، طاهر على اليمين، وقدام بيلعب وولتر بواليا. الاهلي كان بادئ المباراه، هو في بدايه المباراه او كشوط الاول الاهلي ما حسسناش ان هو بيلاعب فريق برازيلي قافل على كل مفاتيح لعبه، مقفل جدا جدا جدا، عارف يقفل على مفاتيح لعب البالميراس ومش بيخليهم يقدروا يستغلوا السرعات بتاعتهم او المهارات بتاعتهم او اي حاجه، بيقدر يضغط عليهم كويس جدا. ازاي؟ ان هو يخلي اكرم توفيق يميل على محمد هاني عشان يقفل معاه الجبهه اليمين، ويخلي حمدي فتحي يميل ناحيه الشمال على ايمن اشرف عشان يقفل معاه برده ناحيه الشمال، وبيخلي عمرو السوليه كثابت في نص الملعب سواء بيتحرك يروح للامام يبقى صانع العاب، يضغط على اللاعب نمره 6 بتاعهم ان هو ميلو، او يرجع يبقى لاعب هو نمره 6 بتاع الاهلي عشان يسيب الحريه لاكرم توفيق وحمدي فتحي ان هم يرجعوا ويقفلوا مع الباكات. ولكن عندي تحفظ صغير قوي 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 على موسيماني. انت في مباراه زي بالميراس النهارده شفنا قفشه مش بتستخدمه كصانع العاب، قفشه النهارده بتستخدمه كلاعب طرف او شادو سترايكر، بس هل قفشه اللاعب اللي يعرف ينفذ الطريقه دي؟ هل قفشه اللاعب اللي بسرعات او بالمهاره انه يلعب لاعب وينج ناحيه الشمال او يلعب شادو سترايكر؟ انا بقول لك لا، قفشه مش من اللعيبه دي، قفشه من اللعيبه اللي بيمسك الكوره يلف ويطلع لك ثرو، قفشه ياخد الكوره ويلف ويشوت، لكن مش قفشه اللي ياخد الكوره ويجري لك من على الخط، مش قفشه اللي ياخد الكوره ويكمل ورا المهاجم، لا. قفشه شفناها في كذا لقطه النهارده مش عارف يتأقلم على المركز بتاعه. انت عايز تلعب قفشه عشان تلعب على السرعات، نزل بواليا وطاير محمد طاهر عشان تلعب على السرعات وتضرب بالميراس بالسرعات، فلماذا لا تأتي بلاعب يقدر يلعب بالشكل ده، او لاعب اصلا مهمته او لاعب ده اصلا شخصيته يلعب بالشكل ده، اللي هو مثلا محمد شريف او صلاح محسن؟ ليه ما بدأتش بيهم بدل قفشه زي اللي تلعب بثلاثي في نص الملعب؟ انا مش عارف. وموسيماني كمان انت خط الدفاع بتاعك كويس، خط نص الملعب كويس، خط الهجوم من اقل الخطوط في النادي الاهلي. النادي الاهلي نادي بحجم النادي الاهلي الخط الهجوم بتاعه مش كويس او مش فعال او مفيش جمله تكتيكيه تبين الشغل الهجومي، انا مش شايف ده بصراحه. من وجهه نظر موسيماني لحد دلوقتي ما حطش بصماته على الفريق. موسيماني لحد دلوقتي موسيماني خد دوري ابطال افريقيا، موسيماني خد كاس مصر، موسيماني قدر يطلع ياخد الدوري لانه كان منتخب بس حقق الدوري وخد ثالث في كاس العالم، بس مدرب فيه شويه تحفظات عليه. في شويه تحفظات عليه ان هو في التلت الهجومي او الخط الهجومي بتاع النادي الاهلي مفيش حلول هجوميه، مفيش جمل تكتيكيه تخلي الاهلي يفتح خطوط الفريق اللي قدامه، شفناه في كذا مره حتى في الدوري المصري هنا قصاد بيراميدز وقصاد وادي دجله وقصاد بنك الاهلي، اللي انت لما قفلت الملعب على النادي الاهلي مفيش حلول هجوميه تقدر تفيدك في الناحيه الهجوميه، شفناه النهارده ضد بالميراس برده، اللي انت بتحاول تلعب على السرعات، بتحاول تخلي وولتر بواليا كمحطه وتلعب الوينجات بتاعتك والوينجات بتاعتك تخش في قلب الملعب عشان تعتمد على سرعاته وتباخد فريق البرازيلي، ولكن انت بدات بالعناصر اللي مش جيده. طاهر محمد طاهر لاعب استنزفته في مباراه الدحيل واستنزفته في مباراه بايرن، اي نعم عندك غيابات حسين الشحات وكهربا كانوا يقدروا يفيدوك النهارده، ولكن طاهر رجليه مش شايلاه، طاهر تحس ان هو بيجري بسلو موشن، بيجري بكل عزمه بسلو موشن. قفشه الناحيه الثانيه مش بالسرعات اللي بيبين لك اللي هو لا لاعب يلعب خط، قفشه لاعب في قلب الملعب. وقفش احيانا اصلا لما بيلعب صانع العاب بيبطئ ريتم الفريق، فانت ازاي تلعب وينج؟ انا مش عارف. بشوط الاول الاهلي قدر يقفل على بالميراس كويس جدا، بالميراس تقريبا ما هدتش مرمى الشناوي غير في كوره واحده بس في الشوط الاول، واللي هو الهلال واقف ومحافظ وتمام، لكن مفيش التباغت الهجومي، مفيش المباغته، الهزمه، الشوطه، الانفراد، مفيش ده ما شفناهوش. قدر الاهلي يخش الشوط الاول 0-0، قلت الشوط الثاني
ممكن يخرج يسحب قفشه وينزل محمد شريف. وده اللي حصل في الشوط الثاني فعلا. ده الشوط الثاني خرج قفشه وخرج بوليا ونزل اغاييه ونزل محمد شريف. انا قلت محمد شريف يلعب كمهاجم واغاييه كناحيه الشمال كوينج شمال. وكان المفاجاه بالنسبه لي ان جواد ده طاير وينج شمال ولعب محمد شريف وينج يمين ولعب باغاييه هو المهاجم الصريح. موسيماني بيالف كتير. هو خد برونزيه، مش اقول لك اللي هو المدرب الجهبذ العلامه عشان خد برونزيه وخد بطوله، لا، هو في دوري ابطال افريقيا نزل لعب الوداد ماتشين، كسب ماتش هنا وماتش هناك وكسب في ماتش النهائي كده. موسيماني لحد دلوقتي انا كمصطفى ما اقنعنيش مدرب النادي الاهلي. لازم عنده حلول هجوميه، اول حاجه عنده جمل تكتيكيه في النهايه الهجوميه، خطوطه كلها تبقى نفس الاداء ونفس الشكل، ولكن في بعض الثغرات في الاهلي لازم تتصلح. خط الدفاع بتاعك كويس، خط النص بتاعك كويس، لكن خط الهجوم بتاعك مش كويس. في شويه لاعبين او في شويه هو معتمد على موسيماني، اللاعبين مش تعمل حاجه من دماغها. في الشوط الثاني الرجاله تتحافظ ورجعت نص ملعبك، مع ان الفريق البرازيلي منهك بدنيا. الفريق البرازيلي جه من الدقيقه 70 والثالث لعيبه توطي كده وتقف اللي هي مش قادره. فلماذا ما نزلتش دماغك تضغط وتاخد الكوره وتلعب على السرعات وتضغط وتلعب مهاره؟ ليه مدافع؟ ليه موقف اللعيب بتاعك كل اللعيبه الاهلي تحت الكوره ومد الحريه لبارميرس؟ انا مش فاهم موسيماني، مش فاهمه. هو خد برونزيه مبروك لكل الاهلاويه، ولكن موسيماني عنده بعض الاخطاء لازم تتصلح. لازم تصلح. داخل على بطولة افريقيا، داخل على مدعكة في الدوري المصري، فلازم لازم لازم موسيماني يصلح من اخطائه، والا اذا المباراة اللي جايه في الدوري المصري هتبقى صعبه عليك جدا جدا جدا، مباراة افريقيا هتبقى صعبه عليك جدا جدا جدا، لان الفرق فهمت الاهلي اللي هو انت لو دفعت قدام الاهلي وقفلت خطوطك وقفلت كويس جدا الاهلي مش عارف يجيب في الجول، ولو موسيماني دافع الاهلي برده مش عارف يجيب في الجول لان مفيش حلول هجوميه. ولكن لما بيهاجم وطاير محمد هاني وطاير علي معلول ويضغط باللاعبين المهاجمين ويضغط وعرضياته كده ماشي بيعرف يسجل، ولكن غير كده موسيماني مش عارف يسجل لحد دلوقتي، ما اقنعنيش بيه باي حاجه. اي نعم خد برونزيه، خد دوري ابطال، خد كاس، وهياخد سوبر افريقي وهياخد سوبر مصري، بس ما اقنعنيش من وجهه نظري الشخصيه. انا في الاول والاخر ده وجهه نظري انا الشخصيه. في مباراه الاهلي وبالميراس مبروك لكل الاهلاويه، مبروك البرونزيه الثانيه في التاريخ لنادي الاهلي وعقبال باقي انديه مصر ونادي الزمالك، ولكن الاهلي النهارده قدر يقول او لعيبه الاهلي قدرت تقول احنا رجاله، احنا بنحفر اسامينا من ذهب في تاريخ النادي الاهلي. في الاول والاخر راي شخص واحد، قول رايك انت في الكومنتس، قول لي كمان توقعاتك، هل الاهلي قادر بعد الرجوع من كاس العالم في ظل الارهاق البدني وكل الارهاق الذهني وكل الكلام دوت والاصابات وكل ده هيقدر ينافس على الدوري المصري وافريقيا ولا هيخسر الاثنين السنه دي؟ قول لي توقعاتك في الكومنتس، وروح على عجبتك بس اعمل لايك واعمل سبسكرايب في القناه وفعل الجرس يجيلك كل جديد عشان يوصل 5000 مشترك من 2021، وتابعنا على الشانل بتاعتي فيسبوك وتويتر وانستجرام في الديسكربشن تحت، واعمل شير على فيسبوك وتويتر كمان. اشوفك الحلقه الجايه، سلام.